هذه الأحداث والحملة قريبة تم انطلاقة الشرطة. الحادي عشر في المجموعة بالشوط الثاني في فرقة دالة الصعود من مسافة 1500 متر في أول المراكز سعد المري مع الراعي في أول المراكز وثاني المراكز هذا حرب لسيد محمد بن زايد الخيارين واصل حرب إلى ثاني المراكز وثالث المراكز واصل دينار لسيد منصور بن عبد الله بن ناصر العطية مع دينار في ثالث المراكز ورابع المراكز قادم في هذه الأحداث حفلة كريم واصل في ثالث رابع مراكزنا واصل بالتنافس يعدي اللحظات والانطلاقة هذا الوصول المميز في ثالث المراكز هذا الحذر سيد خاطر بن راشد الخاطر واصل مع الحذر في رابع المراكز وخامس المراكز شاهين راشد بن عبد الله واصل حذر كريم في خامس المراكز ولكن اللي في أول المراكز اللي مسيطر في هذه اللحظات هذا شاهين حفل كريم الرعاوي لسيد علي بن سعد المري مع الرعاوي في أول المراكز هذا الرعاوي مع هذه الانطلاقة المميزة لسيد علي بن سعد المري مع الرعاوي في أول المراكز وثاني المراكز واصل حظنا كريم في هذه الانطلاقة هذا شاهين دينار منصور بن عبد الله بن ناصر العطية مع دينار في ثاني مراكز وثالثة المراكز وصل الحذر خاطر بن راشد الخاطر واصل في ثاني المراكز ولكن علي بن سعد المري في أول المراكز مع هذه الانطلاقة المميزة مع الرهاوي الرهاوي انتزع المركز الأول والناموس السيد علي بن سعد المري ما شاء الله تبارك الله راح الرهاوي بالمركز الأول الرائع مع الرهاوي في أول المراكز السيد علي بن سعد المري مع الرهاوي في أول المراكز تهانينا والناموس على فوز الرهاوي بالمركز الأول السيد علي بن سعد المري في أول المراكز مع الرهاوي تهانينا والناموس ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات الحفلة الكريمة في ثاني المراكز وصل الحذر السيد وصل في ثاني المراكز الحذر السيد خاطر بن راشد الخاطر في ثاني المراكز وثالث المراكز وصل شهيد السيد راشد بن عبد الله تعالى والناموس الجميل التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين وعشرين ثانية 33 جزء من الثواني تعالى والناموس الجميل